أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو تركي يقول: شيخ، ما واجب الأسرة نحو الأبناء تارك الصلاة ويقولون بأنها لا تقبل صلاة الأب أو الأم ما دام الأولاد لا يصلون، هل هذا صحيح؟ واجب على الوالدين أن يأمر أولادهما بالصلاة لسبب، وأن يضربوهم عليها بعشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع. قال الله جل وعلا لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال تعالى لعموم المسلمين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وذلك بإلزامهم بطاعة الله وأداء الصلوات والفرائض ومنعهم من المحرمات والمخالفات، هذه وقايتهم من النار. دثنا الله جل وعلا على إسماعيل عليه السلام، قال سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالأمر بالصلاة والإلزام بها أمر لا خيار فيه، لا في حق الوالدين ولا في حق غيرهما من المسلمين، ولا دين بدون صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وفي الحديث: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. وقال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الوالد الذي يترك أولاده لا يصلون ولا يلزمهم بالصلاة، هذا قد فعل أمرا عظيما وترك واجبا عظيما، عليه أن يتدارك، وعلى كل والد ووالدة أن يهتموا بأولادهم من الصغر ويربوهم على الصلاة ويعظموها في نفوسهم. فإن الأولاد بالتربية، إن كانت تربية صالحة نشأوا صالحين، وإن كانت تربية سيئة نشأوا سيئين. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالوالد واجب عليه أمر عظيم نحو ولده ما دام أنه صغير وتحت كفالته وتربيته، إنه يجب عليه وجوبا متحتما أن يلزمه بالصلاة وأداء الواجبات، ترك المحرمات، وأن ينشئه على الطاعة وعلى الخير، حتى يكون ذرية صالحة له تنفعه بإذن الله حيا وميتا.